انه الاشخاص اللي عندهم حس فكاهي غالبا يشوفون الشخصيات بطريقه يعني نوعا ما مختلفه. اكيد هاني، عشان كذا خلونا نشوف انواع الشخصيات اللي تعبر عن مشاعرها بطرق متنوعه بعيون الستاند اب كوميدي. ثروت يا الشخص العميق. الشخص العميق ده من الاشخاص اللي ما بيقولكش المعلومه على طول، هو بيقولها بعمق، يعني هو بيحبك قد ما الطير بيحب الشجر، قد ما الحبيس بيحب الحريه. قد ما تقول يا عم على طول، قد ما تخلصني وتقول لي انت بتحبني قد ايه او ما لقاش قد ايه، قول لي على طول ان انا بحبك. وده بقى الشخص الدرامي، الشخص اللي على طول قافل وشه ما بيعبرش خالص عن اللي هو بيقوله. يعني بيجي يقول لك وهو قافش كده، يقول لك انت عارف ان انا بحبك، لازم ارد عليه وانا كمان بحبك، بس احنا عرفانين ليه وزعلانين من بعض. او بيجي يقول لك انت عارف ان انا بحترمك، يا عم مش بصت حد بيحترمني خالص، دي بصت واحد انا عليا ليه فلوس، امال لو كنت انت مثلا هتبلغ عني الحكومه انا هتكلمني بطريقه عامله ازاي؟ الشخص الذئيب، الشخص الذئيب ده دايما بيعبر عن مشاعره وهو عنده غرض تاني منها، يعني مثلا اتش ار بيجي يقول لك انا بحب شغلك يا محمد، انا فهمت كده ان انا هدور على شغل في حته ثانيه، شكرا جدا. او ماما تيجي تقول لك محمد اشطر واحد من اولادي، يبقى ماما عايزه تعمل شيء. يجي بقى التعبير عن المشاعر بين الزوجين، وده الاهم والاكثر خطوره وحيطه، ركز معايا والنبي عشان ما تودش نفسك في ده. لو جيت رحت قلت لمراتك مثلا في اوقات من الاوقات انا بحبك وانا ماليش في الدنيا غيرك، بس خلاص انت بتحاش تكمل كلامك لانها بتسرح، بتقول انت المؤخر، هاخد المؤخر ازاي، يا ترى هروح محكمه الاسره، يا ترى هو عنده اولاد قد ايه، ولاده دخلوا المدرسه من مراته الثانيه، كل ده وانت بس عبرت عن مشاعرك. والعكس تماما لما انت تيجي مراتك تيجي تقول لك انت سندي وانت ظهري، انت بتبقى متخيل ان انت مستني المسج بتاع الكريدت كارد اتسحب منه فلوس. ولو جيت للجد بصراحه التعبير عن المشاعر حاجه مهمه جدا، بني ادمين بيبقوا محتاجين يعرفوا انا ايه مشاعري من ناحيتك، بس الاهم من تعبيرك عن مشاعرك انك تعبر عن اللي جواك بالظبط. فعبر عن مشاعرك بشيء كويس، يمكن تكون الكلمه اللي انت بتقولها دي تغير من اللي قدامك من مشاعره او تفكيره من ناحيتك.